طبعا أقتبس من بيان الوزارة اليوم من كتاب الوزارة، تعطى الجرعة الإضافية لفئات الاختطار التي تشمل بين قوسين المصابين بأمراض نقص المناعة، المصابين بالأمراض المزمنة، كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، والعاملين في المؤسسات الصحية بعد فترة لا تقل عن 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية من أحد لقاحات كوفيد-19. كلام واضح في هذه المرحلة، هذه هي فئات الاختطار: كبار السن اللي أعمارهم أكثر من 60، المصابون بأمراض مزمنة واختلالات مناعية، وطبعا أبطال وزارة الصحة اللي هم على تماس مباشر مع العدوى واحتمالية انتقال المرض. في الوقت الحالي هذا الذي نعمل به. نقطة مهمة أنه لابد أن يكون مر على تلقي الجرعة الثانية نعم فترة لا تقل عن 6 أشهر. عمليا من اليوم بدأنا بهذا الموضوع، لأن تعرف حضرتك القرار كان قبل نهاية الدوام، فضلا عن ذلك يوجد شفت مسائي في عدد من أغلب منافذ توزيع طيب اللقاحات، فبدأنا به عمليا، وإن شاء الله يوم غد نتوقع أن يكون الإقبال أكثر. هذا الشطر الأول من سؤالك. الشطر الثاني بخصوص المتحور الجديد: أولا أنا أؤكد لكم مرة أخرى أنه لحد هذه اللحظة اللي أتكلم بها مع حضراتكم لم تسجل أي إصابة بالمتحور الجديد لحد هذه اللحظة في مختبراتنا، وأيضا أؤكد أن مختبراتنا الوطنية العراقية المحلية قادرة على تشخيص هذه السلالة وغيرها من السلالات لا سمح الله التي قد تظهر مستقبلا. لكن احتمالية اكتشاف هذه السلالة وصولها للعراق واحتمالية دخولنا في موجة وبائية وارد جدا في أي لحظة، نتوقع أن يكون ذلك، ما نتمنى أن يحدث، لكن لابد أن نتهيأ له، وتهيأنا إن شاء الله ومستعدون للتعامل مع أي متغير وبائي. لكن يبقى الأساس ويبقى تمنياتنا وطلبنا المتكرر من الناس هو التركيز على مبدأ الوقاية. الأفضل أن تحمي نفسك وتحمي أسرتك من خلال طيب إجراءات بسيطة: لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتلقي اللقاحات التي نعم أثبتت أنها فعالة ضد أكثر من سلالة. قبل طيب أن تسألني، لحد الآن لم ترد معلومات مؤكدة عن تفاصيل السلالة الجديدة. المعلومة المتوفرة والموثقة أن اللقاح فعال ضد أكثر كمان السلالات المعروفة في العالم، فنحن ندعو إلى تلقي اللقاحات والإقبال عليها بكثرة.